معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وتاي شوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي. الأوشية الموسمية الزروع والعشب. التوزيع المزمور الماء والخمسون والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنسيتي نمنيسيم، بارك الزروع والعشب. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الثاني والعشرون من شهر باب المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم في عهد نيرون الطاغية استشهد القديس العظيم لوقا الإنجيلي. اختاره الرب يسوع من جملة السبعين رسولا، وتعلم مهنة الطب وكان رساما وعاش بتولا. وقد رافق القديس بولس الرسول في رحلته التبشيرية الثانية من ترواس إلى فيليبي، وفي رحلته الثالثة من فيليبي إلى أورشليم. كتب إنجيله باليونانية للأمميين كما كتب سفر أعمال الرسل. وتقول بعض المصادر أن معلمنا القديس لوقا الطبيب قد بشر بالإنجيل في دلماطية وفرنسا وإيطاليا، واستشهد على يد نيرون ونال إكليل الشهادة، ووضع جسده الطاهر في كيس شعر وألقي في البحر، وبتدبير الله قذفته الأمواج إلى جزيرة، فوجده رجل مؤمن أخذه وكفنه بأكفان حسنة ونقل الجسد إلى إيطاليا. بركة صلواتي فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه. حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير، التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضاً، وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع، حيث كان هو مزمعا أن يأتي. فقال لهم: إن الحصاد كثيرون، ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئابين، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه فأقولوا أولا سلام لهذا البيت. فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه،
وإلا فيرجعوا إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجراته. لا تنتقل من بيت إلى بيت، وأي مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا هذا، إنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم إنه يكون لسدوما في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لا تابت قديما، جالستين في المسوح والرمادي، ولكن صور وصيدا يكون لهما في الدين حالة أكثر احتمالا مما لكما. وأنت يا قفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية. الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماؤكم كتبت في السماوات. والمجد لله دائما. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قراءات هذا اليوم المبارك 2 نوفمبر 2019 ميلادية، 22 بابا 1736 للشهداء. كل القراءات بتدور حوالين الكرازة والتبشير.
نلاقي مزمور العشية بيقول كده: أدعوا الرب باسمه، نادوا في الأمم بأعماله، حدثوا بجميع أعماله. دعوة كبيرة قوي للكرازة ودعوة للتبشير. يمكن البعض يقول: طب وأنا مالي؟ الموضوع ده خاص بناس ثانيين اللي هم في الكنيسة، الخدام، الكهنوت. لكن الله بيقول للناس كلها، كل واحد له دور، كل واحد له رسالة في الحياة. احنا مش مخلوقين اعتباطا في الحياة، ولكن كل واحد نازل برسالة. بالإجماع قال لنا الله كده: أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. فأنا لو قمت برسالتي وكنت نور للعالم، فدي رسالتي الكرازة والتبشير بتاعتي، لو كنت ملح الأرض هكذا. بس مهم جدا أن أنا أقوم برسالتي في بيتي، في خدمتي، في كنيستي، في شغلي، في الحياة عامة. وإحنا بنرد عليه بنقول له: أمين أمين أمين، بموتك يا رب نبشر. يعني أنا قبلت الرسالة وهقوم بيها فعلا، وبقول له: أمين يا رب، حاضر تحت أمرك. إنجيل العشية بيقول كده: أرسلهم ليكرزوا بملكوت الله، فلما خرجوا كانوا يطوفون كل قرية يبشرون ويشفون المرضى في كل موضع. يبقى إذن الأباء الرسل اللي أرسلهم كانوا بيبشروا في كل مكان، قاموا برسالتهم إن هم يبشروا. وإحنا كل واحد فينا له دور برضو لازم يقوم به. مزمور باكر يتكلم عن باركوا الله في الكنائس، يعني اخرج اكرز برا، واكرز جوه بيتك، واكرز في خدمتك في الكنيسة، واكرز في المجتمع، اكرز في كل مكان، لأن ده يوم كرازة ويوم تبشير. جيل باكر بيقول كده: ما تفعلتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطلون، وما علينا أن نعمله فقد صنعناه. يعني لألا عدو الخير يضرب الإنسان الخادم الكارز المبشر ضربة يمينية، فعلشان كده الواحد يرجع لنفسه ويقول له: يا ربي ده مجرد دوري في الحياة، أنا فقط بقوم بواجبي في الحياة، بقوم برسالتي اللي أنا خلقت من أجلها مش أكتر. معلمنا القديس بولس الرسول في البولس بيقول كده: مصليين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، لكي يفتح الله لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح. يعني ممكن يكون واحد رسالته بأنه يبشر يخدم، ممكن واحد يكون رسالته أنه يصلي من أجل اللي بيبشره، زي معلمنا القديس بولس الرسول لما بيوصينا مصليين لأجلنا عشان ربنا يديهم كلمة ويفتح باب للكلام. فإذا كانت رسالتك الصلاة فدي رسالة قوية جدا. رسائل كتيرة قوي يا أحبائي، بس المهم جدا أن الإنسان يعرف أنه له رسالة ولازم يقوم بها ويتممها على أكمل وجه. نفتكر قصة يشوع بن نون مع حرب عماليق، أنه يشوع كان بيحارب مع جيش، وكان موسى النبي بيرفع أديه للصلاة عشان يسنده، وطول ما أدين موسى النبي مرفوعة طول ما يشوع بينتصر في الحرب، مجرد ما يتعب وينزل الأيديه نلاقي يشوع يتغلب. فأحنا عشان رسالة هؤلاء الكارزين المبشرين توصل لكل أنحاء المسكونة، فلازم أن يكون وراها أيدين مرفوعة. يمكن تكون رسالتك أنك أنت فقط تصلي من أجل الآخر، لو ما كنتش عارف أنك أنت تبشر بس صلي من أجل الآخرين. برضو يقول كده في البولس: كي أظهره كما يجب. ودي رسالة أخرى يا أحبائي، أنه الله جوه كل واحد فينا. يا ترى هتظهر ربنا إزاي؟ هتظهره عشان يتمجد، زي ما بيقول كده: أنتم كل من رآكم فقد رأى الله. ويقول كده: يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يا ترى بنطلع أعمال حسنة عن ربنا؟ يا ترى بنطلع صورة جيدة وصورة حسنة مش مشوهة عن ربنا؟ ولا احنا بنعمل ايه؟ كي أظهره كما يجب. كمان بيوصينا بيقول: اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتديين الوقت. اسلكوا بحكمة. مجرد يا أحبائي السلوك في الحياة بحكمة دي رسالة قوية جدا. يمكن ما يكونش لينا رسالة في الكنيسة كخادم، ولكن لي رسالة في المجتمع أن أنا أسلك بحكمة، أبقى حاطط في ذهني أن كل تصرف يخرج مني لازم أن يمجد اسم الله. يقول كده: ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح. كل حين مصلحا بملح، يعني ألاحظ نفسك والتعليم، لاحظ نفسك والكلام اللي بيخرج من لسانك، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك.
هل أنا بكلامي بمجد الله في تصرفاتي ولا لا؟ هل أنا بقوم برسالتي في الحياة بأن أنا فعلاً أبحاطت في ذهن أن كل تصرف من تصرفاتي يمجد اسم الله ولا لا؟ الكاسر يكون يوصينا كده ويقول كونوا مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم كلمة عن سبب الرجاء الذي فيكم. استعدادي أحبائي أن أنا أكون فعلاً أكأني بكون إنجيل مقروء، أكأني بكون رسالة حية فعالة، أكأني بكون أنا مستعد أن أنا أظهر المسيح كما يجب، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء. ما ينفعش يكون واحد ما عندوش رجاء وهو هيقوم برسالته، ده احنا بالعكس احنا بنقول له دايما أنا مش هنا، أنا ليا وطن تاني. فاللي ليه رسالة قوية وفعالة لازم أن يظهرها بحياة الرجاء اللي هو عايشها. كمان في الكاثوليكون يقول حين كانت أناط الله تنتظر أيام نوح الذي صنع فلكا وفيه خلص قليلون. أحبائي لألا تكون هذه أناط الله لنا، لألا تكون فرصة ولابد أن نقتنيها، لأنه صدقوني في ناس كتير أو بياخدوا الفرصة وما بيعرفوش يستغلوها. النهاردة الكاثوليكون بيقول لنا خدوا بالكوا، دي أناط الله بتنتظرك عشان تقوم برسالتك، أناط الله بتنادي عليك عشان تقوم بدورك في الحياة. كمان الإبراكسيس بيتكلم سوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. حلوة قوي 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 أنه وابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. يعني أحبائي الرسالة بتاعتنا والكرازة والتبشير مش فقط بالكلام، لأنه ما أسهل الكلام، لكن الفعل يا أحبائي. النهاردة ربنا بذاته يقول لنا كده يفعله ثم يعلم به، فإحنا عاوزين نفعل تصرفات مسيحية تليق باسم الله وبعدين نبشر بها في العالم. لأنه صدقوني يا أحبائي فقد الشيء لا يعطيه، فقد الشيء لا يعطيه. فإحنا مش عايزين نبقى زي الطبلة اللي تدي صوت من برة، إحنا عايزين يا أحبائي نكون فعلا عاملين بالكلمة. احنا نفعل الكلمة في بيوتنا، منفعش نتكلم عن المحبة وفي موقف صغير كده ما تظهرش محبتنا، منفعش نتكلم عن الاتضاع في موقف صغير ما يظهرش اتضاعنا. لازم نسلك كما يحق لإنجيل المسيح، نفعل ثم نعمل. كمان الإبراكسيس بيقول كده وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والأقصى الأرض. شهود، انت شاهد عيان عن المسيح، هل شهادتك شهادة حق ولا لا؟ هل الشهادة اللي احنا بنقولها عن ربنا هي شهادة حقية ولا لا؟ والشهادة دي لازم تبدأ من بيتي، وبعدين شغلي، وبعدين كنيستي، وبعدين برا مع العالم، مع كل العالم. اي مكان انت بتروحه فحط في ذهنك انك انت صورة مرئية من ربنا. ربنا الغير مرئي، الغير محدود، لا يستطيع احد ان يراه ويعيش. فبعت رسائل كتيرة، بعت أشخاص كثيرين عشان الناس تشوفهم وكأنها شافت ربنا. فحافظ على الصورة بتاعة المسيح اللي جواك عشان فعلا تبقى قمت برسالتك وكرست بالمسيح وبشرت بربنا، وتبقى فعلا أنت إنسان أمين لما قلت له أمين 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 بموتك يا رب نبشر. هؤلاء كلهم كانوا يوظبون بنفس واحدة على الصلاة، برضو في السنكسار هؤلاء كلهم كانوا يوظبون بنفس واحدة على الصلاة. فإحنا أي كرازة وأي تبشير وأي صورة للمسيح حابين نظهرها بدون حياة الصلاة وحياة المخدع مش هتوصل صح للناس. سنكسار النهاردة كان بيكلمنا عن القديس لوقا الطبيب اللي كان كاتب وكان رسام وكان بتول وكان أحد السبعين رسول. بشر مع القديس بولس الرسول في رحلتين التبشيرية الثانية والثالثة، وكمان بشر في دلماطيا وفرنسا وإيطاليا، وأخيرا عرف يبشر بدمه وسفك دمه من أجل المسيح. يمكن يقول ناس كتير قوي أنا مش عايز أموت، أنا مش عايز أبقى زي هؤلاء، بس على الأقل قم برسالتك بحسب ما الله يدي لك فرصة أنك تبشر وتكرز. إنجيل القداس يا حبائي المزمور بيقول كده سبحوا الرب وباركوا اسمه. مزمور القداس سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، أخبروا في الأمم بمجده وفي جميع الشعوب عجائبه. رسالة قوية بتتوجه لكل واحد فينا أنه
يبشر باسم ربنا، سبح ربنا، بارك ربنا في حياتك طول ما فيك حياة. يقول كده بشر من يوم إلى يوم بخلاصه، قد إيه خلاص الرب رب ليك والكل اللي حواليك. اوعى تيجي في يوم من الأيام وتدفن وزنتك وتقول أنا ماليش دخل، أنا هديله الوزن اللي هو عطهاني زي ما هي وخلاص. هبائي هيقول لك كنت وضعتها عند الصيارفة عشان تأتي بربح. فصدقوني فرصة النهاردة جميلة جدا أن الله بيقول لنا قوم برسالتك في الحياة بالبشارة والكرازة، اسلكوا كما يحق لإنجيل المسيح. زي ما الله أرسلنا أننا نكون نور للعالم، ملح الأرض، إنجيل مقروء، وصية معاشة، كل من يراك يمجد اسم الله. اوعى تفتكر في يوم من الأيام أنك أنت مش صورة من ربنا. كل واحد فينا يا أحبائي صورة من ربنا، لابد أنه يحافظ عليها علشان في الآخر يستحق. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل سأقيمك على كثير. أنت كنت هنا في الحياة الأرضية أي إن كان، تعال خد بقى الحياة الأبدية. أخبره في الأمم بمجده وفي جميع الشعوب بعجائبه. عظيمة هي عجائب الله مع كل إنسان على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي. فعلا يا أحبائي الله عظيم وبيظهر عجائبه مع ناس كتير قوي. عاوز تشوف عجائب ربنا، اسلك كما يحق لإنجيل ربنا. عاوز الله النهاردة يقول لك اعلن عن مجده، اعلن عن مجده، سيب الله يظهر. اوعى تظهر الله بصورة مشوشة للعالم. ناس كتير قوي يا أحبائي مش عارفة تحافظ على صورة ربنا، عشان كده في أبناء كتير قوي من أبنائنا تلاقيهم عندهم صورة مشوهة عن الله بسبب أبائهم وأمهاتهم اللي مش عارفين يوضحوا صورة ربنا بالحقيقة. عندنا شباب في الكنيسة كتير قوي بيبقى مش عارفين، واخدين صورة سيئة عن ربنا بسبب الآباء الكبار اللي هم مش عارفين يوضحوا صورة ربنا الحقيقية. الله الحنين الحلو اللي دايما فاتح أحضانه للجميع، الله اللي عينه علينا من أول السنة لآخرها، كل دي صورة ربنا لازم نظهرها في حياتنا. إنجيل القداس يا حبايبي يقول كده وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع. النهاردة حتى إن كنت وحدك فالله أرسلك عشان تقوم وتبشر في كل مكان يبعتك ليه. صدقوني سلوك الإنسان بسلوك مسيحي في حياته دي أعظم بشارة يقوم بها، أعظم رسالة يقوم بها. وإحنا يا أحبائي عارفين أنه مش بالكهنوت ومش بالرهبانة ومش بحياة الخدمة الكنسية، ولكن إزاي الإنسان يحافظ على المسيح اللي جواه ويظهره كما يجب، يظهره كما يجب. نفتكر قصة في ملوك الثاني عن ملك أرام لما عمل حصار للسامرة وحصل جوع عظيم فيها. فيه كان 4 برص خارج الأسوار، كانوا دايما البرصو يخلوهم خارج أسوار المدينة عشان بيعملوا عدوى للي جوه. فالأربعة دول قعدوا يكلموا بعض، قالوا احنا خلاص هنموت، كده كده هنموت، فإذا كان اللي جوه المدينة بيموتوا من جوع، بما أننا هنموت تعالوا ننزل لمحلة الأراميين، إذا استحيونا نحيا وإذا موتونا خلاص يبقى موتنا، احنا كده كده هنموت. ففعلا نزلوا محلة الأراميين فما لقيوش حد خالص في المحلة، كل الخيام مفتوحة وما فيش ولا مخلوق. أتري الله كان بعت صوت كأنه مركبات وجيوش جاية للأراميين، فهربوا وسابوا خيامهم وسابوا دنيتهم خالص. فدخلوا الأربعة البرز دول أكلوا وشربوا وأخذوا مقتنيات من الخيمة وطلعوا ودخلوا خيمة تانية برضو أخذوا مقتنيات ودفنوها. وفي الآخر قالوا كده لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون. أحبائي رسالة قوية لكل إنسان، اوعى يكون هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون. اوعى يا أحبائي يكون دي فرصة ربنا عطاها لك عشان تكرز وتبشر باسم ربنا وإحنا مش واخدين بالنا. خلينا نصحى ونفوق زي الأربعة البرز دول ونقول كده لسنا عاملين حسنا، احنا منهمكين في أمور الحياة، ولكن هذا اليوم هو يوم بشارة لابد أننا نبشر ونقوم بدورنا. كمان الحصاد كثير ولكن الفعل قللون. فأنت النهاردة ربنا بيقول لك اصحى أنت فاعل من ضمن هؤلاء الفعلة، قوم بدورك وشوف الحصاد الكثير وتمم خدمتك. ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب،
يمكن قد يكون دورك يا أحبائي هو مجرد حمل، تسلك بصفات الحمل وعن طريقك يخلص كثيرين. دي بشارة كبيرة قوي، ودي رسالة قوية جدا أنت قمت بيها. وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. رسالة يوحنا المعمداني يا أحبائي أنه كان بينادي ويقول توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. يقول كده: فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. مسيح إلهنا يبارك هذه الكلمات القليلة، تأتي بثمر كثير لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. أمين.